مرحبا مواليد برج الميزان، معكم كارمي الشماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 23 اب اغسطس للاحد 29 اب اغسطس؟ شو في عندنا بهيدا الاسبوع؟ الشمس موجوده ببرج العذراء، لازم تعرفوا هالشيء. يلي بعد ما سمع برشه لشهر اب اغسطس لازم تسمعوه، لانه نحن هلا موجودين بالجزء الثاني من شهر اب اغسطس، يلي هو جزء فيكون شوي ضعيف للبعض منكم، فلازم ترجعوا تسمعوا شهر اب اغسطس لتعرفوا عن شو عم بحكي. بهيدا الأسبوع في عنا يومين بالنسبة لألكم يمكن يكونوا حذرين أكثر من غير أيام، ضعاف أكثر من غير أيام، ولازم تاخذوا كل انتباهكم أو تنتبهوا خلال هاليومين منهم. هلأ بحكي عنهم. التنين 23 آب أغسطس، التلاتة 24 آب أغسطس، القمر موجود ببرج الحوت. وجود القمر في برج الحوت بالنسبة لألكم هو بمثابة إشارة خضراء، لحتى ضوء أخضر، يعني لحتى تبلشوا الشغل، لحتى تنطلقوا ولحتى تكونوا واعيين، وضروري يكون في تركيز، لازم تركزوا خلال هاليومين على شغلكم. الانتباه للتفاصيل، لأنه ارتكاب الخطأ خلال هاليومين يمكن يسبب كرة ثلج بلش تكبر وتكبر وتستمر حتى الخميس المساء، فبدكم تكونوا منتبهين. الأمور الصحية فيكم تنتبهوا لها، التعب، المشاكل، الانزعاج، الأمور يلي بتدخل على الخط من دون ما تكونوا أنتم متوقعين، كمان بدكم تنتبهوا وتكبروا عقلكم. فترة قد تحمل تعبا جسديا أو تعبا مهنيا بعملكم شغلكم وبدرسكم، الصحة بدنا ننتبه لها. التلاتة الساعة 10 المساء توقيت بيروت، القمر بيروح لبرج الحمل يلي هو موقع معاكس لإلكم. الأربعاء والخميس كمان القمر موجود برج الحمل، الشمس بموقع ضعيف بالنسبة لإلكم، فينا نعتبر إنه فترة وجود القمر ببرج الحمل هلا رح بتكون فترة دقيقة، فترة إذا جرت عليكم مشكل بدكم تنتبهوا لحتى تتفادوا الوقوع في فخ المشكل، انتم بتطلعوا الخسرانين. يمكن خصمكم يكون اقوى او يمكن خصمكم ضعيف، لكن انتم موقفكم هاليومين الاربعاء والخميس غير مناسب، ما بيناسب، ما بياخذوا مصلحتكم، بالعكس حتى لو ربحتوا يمكن يكون الباقيين اخذوا فكره سلبية عنكم، أو أخذوا فكرة يمكن مش صحيحة عنكم، أو يمكن كانوا يوثقوا فيكم قدر معين بطلوا يوثقوا فيكم هالقد، فبكون كونوا حذرين. المشكل ممنوع تماما الأربعاء والخميس. الجمعة، السبت والأحد حتى الساعة 8 المساء توقيت بيروت هي فترة ألطف من الأربعاء والخميس، وهي الفترة اللي بتساعدكم لحتى تكونوا أوعى لا تستوعبوا شو اللي صار. المثلث الفلكي بين القمر والشمس بيعطيكم القوة بعطلة الأسبوع الطويلة لترجعوا توقفوا على إجريكم، تفكروا منيح بكل عقل كبير، بكل موضوعية وبكل نضج، بدكم تكبروا عقلكم لحتى الجمعة السبت والأحد تكون فترة بالنسبة لكم فترة واعية، فترة إعادة تموضع وتصحيح الخطأ، تصويب المسار مجددا. الأحد الساعة 8 المساء توقيت بيروت بيوصل أمل لبرج الجوزاء، وهون بتفرحوا بتنبسطوا وبتحسوا انه الهم راح تقريبا. يمكن هالفتره فتره وجود القمر برج الجوزاء وفتره القمر ببرج الحوت، يمكن ببرج الحوت تكون نسبيا الافضل، يمكن تكون الافضل، لكن اكيد لما القمر بيصير ببرج الجوزاء هي فتره جيده وسانحه ومهمه لتحسنوا اوضاعكم. هلا كوكب الزهره موجود ببرجكم هالاسبوع، واكثر المواليد حظا هي 1 ل 9 اكتوبر. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، تابعوا الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.